بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثاني عشر، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الحاسوب. ودرسنا اليوم بمشيئة الله تعالى هنتعرف على كيفية حل ورقة عمل 8 في الكتاب المدرسي صاد 115. السؤال الأول: شغل البيزك المرئي 2008. طبعا زي ما احنا عارفين في أوراق العمل السابقة لتشغيل البيزك المرئي اللي هي لغة البرمجة فيجوال بيزك، بنفتح قائمة ستارت ونختار مايكروسوفت فيجوال بيزك. السؤال الثاني: افتح مشروع بنك المعلومات. طبعا بنك المعلومات احنا بدأنا في إنشائه في الحصص السابقة في ورقة عمل 6 وورقة عمل 7، وهنكمل عليه اليوم إن شاء الله باللي احنا هنكتب التعليمات البرمجية اللي هي المرحلة الخامسة من مراحل إنشاء البرنامج زي ما احنا تعرفنا. هنبدأ نفتح مشروع بنك المعلومات. لفتح مشروع بنك المعلومات في عندك أكثر من طريقة. الطريقة الأولى من خلال الريسنت بروجيكتس، هنختار أوبن بروجيكت ونحدد مكان المشروع بتاعنا، أو من قائمة فايل ونختار منها أمر أوبن بروجيكت ونحدد برضو مكان الإيه المشروع. المشروع بتاعنا موجود على سطح المكتب بنك المعلومات، ونختار ملف التنفيذ اللي هو بنك المعلومات ونقول له اوبن. هيفتح معانا المشروع اللي هو بنك المعلومات. واول ما يفتح المشروع هيظهر ليك الايه الفورمز الخاصه بالمشروع في منطقه السوليوشن اكسبلورر زي ما احنا شرحنا الكلام ده في اول حصه. هنفتح الفورم 1 ونشوف السؤال اللي بعده مطلوب ايه. السؤال اللي بعده: اضف وحده نمطيه ميدوال للمشروع واعلن عن متغيرين، احدهما اس نيم ومن نوع سترينج، والثاني اس جريد من نوع انتجر. طبعا في السؤال ده احنا عايزين ننشئ مكان في الذاكره اللي هو المتغير، بنسميه متغير عشان نحفظ فيه قيمه معينه وهنحتاجها في اثناء تنفيذ البرنامج بتاعنا. طيب ازاي انشئ متغير، والمتغير ده هيبقى متغير على مستوى المشروع كامل، يعني اي كائن داخل المشروع هيقدر يتعامل مع الايه مع المتغير ده او المكان الموجود في الذاكره. طيب عشان افتح مكان في الذاكره يكون على مستوى المشروع كامل لازم احطه في حاجه اسمها الميدول. طيب المديول دي هنعمله ازاي يا شباب؟ المديول هنفتح هنضغط على قائمه بروجكت ونختار اد مديول ونقول له اد. فتح لك نافذه تعليمات برمجيه خاصه بالمديول. طيب انا عايز اعمل فيها ايه؟ هعلن عن متغيرين. المتغير الاولاني اسمه اس نيم وهياخذ قيمه سترينج. كلمه سترينج دي يعني هيبقى قيمه نصيه، يعني هيخزن فيه قيم نصيه. والمتغير الثاني هيبقى اس جريد وهيخزن فيه قيم رقميه. بكتب الكلام ده ازاي؟ باجي هنا هكتب تعليمه بابليك بي يو اهي. على فكره من ميزه البرنامج ان هو بيكمل لك اللي انت ايه الامر اللي انت بتختاره. اضغط على المسطره كلمه بابليك مسافه يعني، واختار اسم البرنامج هو اس اندر سكور نيم او اس نيم على طول مسافه از مسافة، واكتب النوع بتاعه. هو هيقول لنا في السؤال ايه نوعه؟ سترينج. سترينج. طيب واضغط انتر عشان انزل سطر جديد عشان اعلن عن المتغير الثاني. المتغير الثاني نفس الكلام هنكتبه كلمة بابليك، بيبدأ بكلمة بابليك واخد مسافة، بعد كده اكتب اسم المتغير اس جريد مسافة، بعد اختار كلمة از واحدد نوعه. هو قايل لي نوعه انتجر. كده انا خلصت الاعلان عن متغيرين، متغير اسمه اس نيم ونوعه سترينج، والمتغير الثاني اسمه اس جريد ونوعه انتجر. يعني ايه متغير؟ يعني مكان في الذاكره يخزن فيه قيم ممكن استدعيها اثناء تشغيل البرنامج. طيب السؤال اللي بعده: انتقل الى النموذج الاول فورم 1 واكتب التعليمات البرمجيه للزر دخول. يبقى انا البرمجه بتاعتنا هكتبها لمين؟ لزر دخول، لتخصيص اسم المتعلم للمتغير اس نيم واخفاء النموذج الاول واظهار النموذج الثاني. طيب نطبق الكلام ده ازاي؟ هنروح للبرنامج بتاعنا اهون، هنروح لفورم 1 هضغط عليه ضغطتين دبل كليك. ادي فورم 1. طبعا المفروض المستخدم اول ما يشغل البرنامج اليوزر هيكتب اسمه في تكست بوكس 1، يبقى الكائن ده اسمه تكست بوكس 1. طيب انا عاوز اعمل ايه بقى؟ هاخد القيمه اللي هيكتبها هنا واحطها في مكان في الذاكره اللي انا سويته الحين اللي هو كان اسمه ايه اس نيم، وضعه في مكان اللي اسمه اس نيم. اعمل الكلام ده ازاي؟
هضغط على زر دخول عشان البرمجه هتكتب ليه عشان تظهر لنا نافذه التعليمات البرمجيه هي، واكتب ايه. طبعا المكان بتاعنا اللي في الذاكره اسمه ايه؟ اس نيم، اهو حتى ظهر اهو معانا اهو. طيب هيساوي ايه؟ هيساوي اللي موجود داخل التكست بوكس 1. اكتب تكست بوكس 1 اهو، تكست بوكس 1 دوت تكست، يعني اللي موجود داخل تكست بوكس 1. دي السطر الاولاني اللي خاص بالتخصيص اسم المستخدم اللي هو هيكتبه في التكست بوكس 1 داخل المكان اللي في الذاكره اللي هو المتغير بتاعنا اللي اسمه الاس نيم. طيب بعد كده هنزل سطر جديد عشان اشوف اللي بعده. التعليمه اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ اخفاء النموذج الحالي اللي هو فورم 1 واظهار النموذج الثاني اللي هو فورم 2. طيب في خطأ دلوقتي برمجي الكل بيخطأ فيه، خليك معايا وتابع. هكتب فورم 1، طبعا ده طبعا فورم 1 ده اسم الايه؟ اسم الكائن اللي انا عايز اخفيه، فورم 1. تمام. طيب طبعا احنا دايما يا شباب بعد اسم الكائن بنحط دوت اللي هو الفاصل ما بين القيمه الطريقه بتاعته او القيمه بتاعته اللي هو الخاصيه بتاعته. طيب فورم 1 احنا هنستخدم النهارده طريقه ليه اللي هي داله هنسميها هايد، يبقى اللي هي اخفاء. طبعا لاحظنا خط ازرق، لاحظنا خط ازرق يعني معناه ان في خطا، في خطا. طيب نكمل بس اظهار فورم 2 ونشوف الخطا كان ايه سببه. طيب هنكتب بعد كده ايه اظهار النموذج الثاني، هقول له ايه؟ فورم 2 دوت اظهار بقى ايه؟ شو. طيب يبقى انا كده اخفيت فورم 1 واظهرت فورم 2، بس في خطا اللي هو ايه؟ خط الازرق. احنا قلنا من مميزات الفيجوال بيزك ان بيسهل لك اكتشاف الاخطاء، ظهور خط ازرق اسفل البرمجه معناها ان الخط ان البرمجه مكتوبه فيها خطا. طب ايه الخطا؟ انا لو وقفت على على البرمجه بس كده زي ما انتم شايفين يا شباب هو بيحدد لك الخطا بتاعك، بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت واقف في فورم 1 فما ينفعش تنده الفورم باسمه، لا لازم تنوب عنه. يوز اخر كلمه في اقول لك يوز يوز مي، يعني بدل كلمه فورم 1 استخدم مي، يبقى انا هحدد فورم 1 واكتب مكانها مي. طيب نشوف كده صح؟ اصبح هو على طول شال الخط الازرق واصبح البرمجه بتاعتي ايه؟ صحيحه. السؤال اللي بعده، يبقى احنا هنا في السؤال ده بسرعه خصصنا قيمه للمتغير اس نيم اللي موجوده في التكست بوكس 1 واخفينا النموذج الحالي فورم 1 وما كتبناش فورم 1، كتبنا مكانه مي واظهرنا فورم 2 شو. طيب السؤال اللي بعده، انتقل الى النموذج الثاني فورم 2 واكتب التعليمات البرمجيه للزر الثاني سترينج بحيث يضاف واحد للمتغير اس جريد ويتم اخفاء النموذج الحالي واظهار النموذج الثالث. طيب نشوف السؤال ده هنحله ازاي. انا هروح لفورم 2 برضك بنفس الطريقه، هضغط عليه مرتين دبل كليك. طبعا فورم 2 بيعرض لك السؤال الاول، والسؤال بيقول ايه؟ لتخزين عنوان للطالب نستخدم متغير من النوع. طبعا الاجابه الصحيحه المفروض تكون الايه؟ اللي هي سترينج، المفروض تكون سترينج. وديم وانتجر دول اجابتين ايه؟ خطا. طيب انا هكتب الاول البرمجه للاجابه الصحيحه، هعمل ايه؟ هقف على سترينج واضغط ايه؟ دبل كليك. طبعا ظهر لك اهو البوتن 2 الحدث بتاعه كليك، يعني عند الضغط على بوتن 2. طيب لما اضغط على بوتن 2 ايه اللي يحصل؟ المفروض يضيف واحد للمتغير اللي احنا عاملينه. طبعا احنا اول ما ننشئ مكان في الذاكره ونحدد نوعه رقم اللي هو انتجر، بيضع لي فيه قيمه مبدئيه صفر، يعني الوقت هو ايه؟ موجود في داخل الايه؟ الاس جريد صفر. طيب انا بقى عاوز اضيف على الصفر ده درجه كل مره، او اضيف على اللي موجود جواه درجه، هعمل ايه؟ هكتب اسمه اهو اس جريد. طيب هيساوي ايه؟ نفس الاس جريد تاني. ليه؟ عشان اقول له اللي موجود جواه، يعني اللي موجود داخل اس جريد ايا كانت الدرجه الموجوده، واضيف عليها 1 2 3 حسب الدرجه اللي انت عايز تحطها على كل سؤال. طيب يبقى التعليمه دي هتضيف 1 على الاس جريد، يعني هو كده اصبح كان صفر هيصبح ايه؟ 1 لو انا شغلت الايه؟ البرنامج الحين. طيب بعد كده بيقول لك اخفي النموذج الحالي واظهر النموذج الثالث. طيب زي ما احنا اتفقنا يا شباب ما ينفعش اكتب فورم 2، لان واقف فين؟ انا واقف فين يا شباب؟ واقف في فورم 2، فما ينفعش اكتب ايه؟ فورم 2، امال هنوب عنها بكلمه ايه؟ كلمه مي دوت هايد، يبقى دي اخفاء النموذج الحالي، يبقى لازم اكتب كلمه مي. طيب انتر. اظهار النموذج الثالث انه طبعا بسيط جدا، هكتب اسمه بس اهو فورم 3 لان انا مش واقف فيه، فينفع عندك اكتب اسمه فورم 3 دوت شو. تمام دي الاجابه الصحيحه. طيب هنرجع تاني لفورم 2 تاني، في اجابتين خطا اللي هو الديم وانتجر.
طيب اكتب اجابه الايه الاجابه الخطا ازاي؟ هضغط مرتين. طبعا هو قال لك ايه في الاجابه الخطا؟ ان انت في البدايه هتظهر للمستخدم رساله تقول له ان انت اجابتك خطا. هتظهر له رساله او صندوق رساله تعرفه ان الاجابه خاطئه. طيب صندوق رساله في الفيجوال بيزك اللي هو المسج بوكس بكتبه ازاي؟ بكتبه ام اس جي على طول ظهرت معاك اهي مسج بوكس، واروح عامل علامتين تنصيص اللي هي شيفت وحرف الطاء، واكتب ها اجابه خاطئه، اجابه خاطئه. طيب انتر. تمام. يبقى ايه اللي هيحصل دلوقتي يا شباب؟ دي معناها ان هو اول ما يشغل البرنامج هيروح عامل ايه؟ لو ضغط على الاجابه الخطا هيدي له رساله يقول له الاجابه خاطئه. طيب بعد كده مفروض يخفي النموذج الحالي ويظهر النموذج الثالث اللي هو السؤال الثاني، نفس الخطوات بالظبط اللي هي مي، حاول كتابه اللغه الانجليزيه مي دوت هايت، خلاص احنا اكيد عرفناها. وبعد كده اقول له فورم 3، الامور عاد سهله، فورم 3 دوت شو كده، ممتاز. طيب الكلام ده مفروض يتكرر لمين؟ للسؤال الخطأ الثاني. طيب بدل ما اكتب البرمجه مره اخرى هعمل ايه؟ اضغط واسحب، حددت كل البرمجه هو، واضغط بالزر الايمن واقول له كوبي او كنترول وحرف السي او كنترول وحرف الايه السي. طيب هروح على فورم 2 الاجابه الخاطئه الثانيه اللي هي انتجر، هضغط عليها فتح لك اهو بوتوم 3 كليك برضو كان الضغط عليه، واروح ضاغط باليمين هنا واقول له بيست او كنترول في كده. كده انا نسخت الاجابه الخطا في السؤالين الخطا. طيب نشوف السؤال اللي بعده هيقول لك ايه. اكتب التعليمات البرمجيه للزرين الاول والثالث لاخفاء النموذج الحالي وظهر النموذج الثالث مع اظهار رساله تفيد. دي بالنسبه للسؤال الثاني، السؤال الثاني اللي موجود في فورم 3 اهو. انتقل للنموذج الثالث فورم 3 واكتب التعليمات البرمجيه للازرار الثلاث كما في النموذج الثاني مع مراعاه الاجابه الصحيحه، نفس اللي عملناه في النموذج الثاني هنعمله في النموذج الايه الثالث. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ هنروح لفورم 3 نشوف السؤال. للاعلان عن المتغير على مستوى النموذج او الاجراء نستخدم طبعا الاجابه الصحيحه الاولى اللي هي كلمه دم، عشان اعلن عن المتغير الاجابه الصحيحه دم، والاجابات الخطا اللي هي مي وباي. طيب اعمل ايه؟ هضغط ايه على مي مرتين، دي الاجابه الخطا. المفروض طبعا هنفس البرمجه اللي كانت موجوده فين في الإجابة الخطأ دي، نفس البرمجة دي. فأنا زي ما احنا قلنا يا شباب هنعمل ايه؟ كل اللي هنعمله هننسخ الإجابة الخطأ كوبي، واروح على فورم 3 الإجابة الخطأ مي، واضغط باليمين واقول له بيست. بس في هنا حاجة خطأ. ايوه شطار، ظهر لنا خط أزرق. ليه الخط الأزرق؟ طبعا لأن انت واقف في فورم 3، واحنا قلنا لما تكون واقف في فورم 3 لازم تكتب كلمة مي، بس انا مش عاوز اظهر واخفي يعني هينفع اخفي واظهر مي؟ لا، مفروض مين الفورم اللي هيظهر بعد منه؟ فورم 4. يبقى انا هغير كلمه 3 اخليها 4 كده، صح؟ لو بصينا ايه تم اخفاء الخط الازرق معناها ان الشغل البرمجي صحيح. دي الاجابه الايه الاولانيه. ممكن نحدد ده بقى عشان مش كل شويه نغير الفور، ونضغط باليمين ونقول له كوبي، ونروح على الاجابه الثانيه اللي هي الخاطئه اللي هي بايت، ونضغط باليمين ونقول له بيست. كده انا كتبت برمجه الاجابه الخاطئه. طيب برمجه الاجابه الصحيحه نفتكر مع بعض بنعملها ازاي؟ برضك نفس الشيء، هضغط هنا دبل كليك عشان يظهر لي نفذ التعليمات البرمجيه، واكتب ايه؟ هكتب زي ما احنا اتعودنا يا شباب المتغير بتاعنا او المكان في الذاكره اللي بيتخزن فيه الدرجات اسمه ايه؟ احسنتم، اللي هو اس جري. نفس الشيء هيساوي، اقول له واحد على طول، لو قلت واحد على طول هيثبت القيمه واحد داخل المتغير. فانا هعمل ايه؟ لازم اكتب اسمه مره اخرى اس جريد، بحيث ان اللي موجود جواه هو المفروض موجود فيه ايه؟ لو هو جاوب صح موجود واحد، لو جاوب كمان سؤال هيبقى موجود اثنين حسب الدرجه اللي انا بعطيها، واقول له زائد واحد. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هكتب برضك نفس الخطوات، او ممكن انسخ دول من فوق، او ممكن كنت انسخ الايه؟ الاجابه كلها من الفورم 2، هنسخ دول هما فقط كوبي، واجي هنا واقول له بيست اللي هو اخفاء النموذج الحالي واظهار فورم 4. طيب نشوف السؤال اللي بعده. انتقل للنموذج الرابع اللي هو فورم 4 اللي هو نموذج النتيجه، واكتب التعليمات البرمجيه على النموذج لتظهر النتيجه عند فتح النموذج. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنرجع للبرنامج ونروح لفورم 4. المفروض ان اول ما الفورم ده يتم تحميله هيظهر في ليبل 1 النتيجه اللي الطالب اجاب سؤال سؤالين، يعني يقول له ايه؟
حصلت يا او يا درجتك يا على درجة كذا، او حصلت يا على درجة كذا. هنعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا البرمجة هتكتب لمين؟ لزر الخروج ولا لأي؟ لا، شوف لما يقول لك عند تشغيل البرنامج او عند تحميل الفورم، يعني هنا بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك انتقل للنموذج الرابع واكتب علامة المرجعية على النموذج لتظهر نتيجة عند فتح النموذج. ركز في البرمجة هنا، بيقول لك فتح النموذج، يبقى انا هكتب البرمجة لمين؟ للنموذج. يعني ايه النموذج؟ هقف على الفورم ذات نفسه واضغط دبل كليك واقول له ايه؟ هقول له ليبل 1، طبعا دي اللي هيظهر فيه النتيجة دوت. طبعا اللي بيكتب داخل الفورم زي ما احنا اتعودنا خاصية تكست هتساوي القيمة بتاعتنا. هنقول له ايه بقى؟ طبعا احنا هنبدأ بايه؟ نقول له ايه؟ حصلت يا. طيب اي نص عشان تكتبه بحطه بين علامتين تنصيص، يبقى شيفت وحرف الطاء اهون، واكتب داخلهم حصلت يا، حصلت العربي، حصلت، حصلت يا. طيب يمين، طبعا احنا مش عارفين اسمه، هو المفروض كتب اسمه في الاول فين؟ في متغير اللي اسمه ايه؟ في الاس نيم. يبقى انا هقول له علامة الاند، تمام، اند بعد كده ايه؟ موجود فين الاسم؟ موجود في الاس نيم اهو، الاس نيم. يبقى انا هقول له على حصلت يا اس اندرسكور اهون شيفت وايه اس نيم، حصلت يا اس نيم، يعني ايه؟ اللي هو الكتب اسمه في الذاكره، موجود مش عارفين اسمه حسب ما كتبه. طيب علامه الاند تاني على درجه، يبقى انا هقول له على درجه، يبقى لازم كلمه اي نص بتكتبه بحطه بين علامتين تنصيص، اه على على درجه، تمام. طيب على درجه ايه؟ طبعا الدرجه موجوده فين؟ في الاس، ها في الاس جريد، احسنتم. يبقى انا هقول له اند اند، ها اكتب المتغير بتاعنا اللي هو اس اندرسكور جريد. يبقى انا السطر بتاعنا ده عامل ايه يا شباب؟ اول حاجه خلى ليبل 1 دوت تكست، يعني القيمه اللي هتظهر في ليبل 1 هيكتب النص ده، هيكتبه كما هو حصلت يا. بعد كده هيجيب اسم المستخدم اللي هو كان كاتبه في التكست بوكس 1 في اول في فورم 1 في اول ما شغل البرنامج اللي احنا حفظناه في المكان في الذاكره اللي اسمه اس نيم، ويروح ايه حطه بعد حصلت يا. بعد كده هيكتب على درجه، لان اي حاجه بين علامتين تنصيص بيكتبها زي ما هي على درجه. بعد كده يروح جايب الرقم او القيمه اللي هو حصل عليها فين؟ في الاس جريد، ويحطها له بعد على درجه. طيب نشوف السؤال اللي بعده. اكتب التعليمات البرمجيه لزر خروج لانهاء البرنامج، لانهاء البرنامج ثم اختبر البرنامج. طبعا الخطوه دي اختبار البرنامج للخطوه رقم 5 اللي بقى الخطوه رقم 6 اللي بعد التعليمات البرمجيه، لازم تختبر البرنامج عشان تعرف شغلك صح ام خطا. طيب نبدا الاول بسؤال رقم 9 نشوف هنحله ازاي. هنروح تهون نرجع تاني الفورم 4، ادي زر خروج نضغط عليه دبل كليك عشان يفتح لك. تعليمه برمجيه سهله جدا لإنهاء البرنامج، بكتب بس كلمة end، حاجة سهلة طبعا جدا، أمر من أوامر الفيجوال بيزك محفوظ اسمه end. طيب لاختبار البرنامج، عشان أختبر الشغل بتاعي وأعرف شغلي صح ولا خطأ، هضغط على أداة التشغيل اللي هي دي الستارت ديباجنج اللي هي دي، نضغط عليها هيظهر لك البرنامج بتاعك أهو، دي الملف التنفيذي اللي هيظهر للمستخدم، البدل اللي هيظهر يا شباب للمستخدم. طبعا هنا المستخدم هيكتب اسمه وليكن، أو هنا هيكتب أي اسم، حاول عربي مثلا، هيكتب مثلا احمد ويقول له دخول. اول ما دخل دخول طبعا خد كلمه احمد وحطها في الاس نيم، يبتدي يحل. لتخزين عنوان للطالب نستخدم متغير من النوع، هنشوف الاجابه الصح. احنا قلنا الاجابه الصح المفروض هي سترينج، طب احنا جاوبنا صح، ظهر اخفى وظهر النموذج الثاني. طيب للاعلان المتغير على مستوى النموذج او الاجراء نستخدم تعليم التم. قال لك حصلت يا احمد على درجه 2، فعلا حصلت يا، طبعها زي ما هي، وجاب الاسم احمد من الاس نيم على درجة 2 لأنه جاوب الإجابتين صح. لو ضغطت على الخروج فعلا قفل البرنامج، يبقى أنت كده شغلك صح، مفيش فيه أي أخطاء طالما مفيش البرمجة شغالة أهو. طيب نشغل تاني ونشوف أهو، مثلا نخليه مثلا محمد أو أحمد برضو مفيش مشكلة، أحمد، نغير الاسم، نغير الاسم نخليه محمد. دخول، لتخزين عنوان الطالب نستخدم متغير، نخليه يحل غلط. للإعلان كده حل سؤال صح، نخليه يحل غلط المرة دي.
اهو شايفين يا شباب، ادي المسج بوكس اهي بيقول لك اجابه خاطئه لان انا اخترت اجابه خطا، واقول له اوكي. طيب حصلت يا محمد على درجه واحد. تمام كده يا شباب، حصلت على ليه؟ لانه جاوب سؤال واخطا في سؤال. تمام كده يا شباب. طيب نشوف في اسئله تانية بسالك. احفظ التعديلات التي تمت على المشروع ثم اغلق البيزك المرئي. طيب لحفظ التعديلات على المشروع بعمل ايه يا شباب؟ بختار قائمه فايل واختار منها سيف اول، ادي طريقه، او الاداه ده هي يا شباب اللي هي اداه السيف اول، اضغط عليها كده حفظ لك كل الشغل اللي احنا عاملينه على فورم 1 وفورم 2 وفورم 3. ودي كان نهايه حصتنا، والسلام عليكم ورحمه الله.